رقم تي في. The Samsung Family Hub Refrigerator. الثلاجة صديقة العائلة، هكذا وصفت شركة سامسونج ثلاجتها الذكية التي كشفت عنها في معرض CES 2016. الثلاجة غير تقليدية وذكية بما يكفي لتكون أكثر من مجرد ثلاجة، فهي تحتوي على شاشة تعمل بنظام تايزن الخاص بسامسونج من نوع LCD ومقاسها 21.5 إنش بدقة Full HD مع أزرار تحكم شبيهة بأزرار الهواتف الذكية، وتتصل بالإنترنت وتسمح لك بتدوين المنشورات والملاحظات لأفراد العائلة، استعراض الصور، تحديث المهام، تصفح الإنترنت، التعرف على الطقس، مشاهدة فيديو، الاستماع للموسيقى من خلال مكبري صوت مدمجين بها وبثها عبر تقنية البلوتوث. وترتبط الثلاجة بتطبيق على الهواتف يساعدك لمراقبة حالتها والتحكم بها وإعطائها الأوامر عبر الإنترنت وعن بعد حتى لو كنت في مكان العمل. هناك ثلاث كاميرات مراقبة بداخلها تقوم بالتقاط صورة لمحتوى الثلاجة في كل مرة يغلق بها الباب، ومهمتها أيضا فحص صلاحية المنتجات وتنبيهك بما ينقص منزلك من أغراض. فمثلا إذا كنت في العمل وتريد معرفة ماذا يتوفر لك للغداء، تستطيع الوصول لداخل الثلاجة ومعرفة محتواها عبر الكاميرات، وهذا يساعدك أثناء التسوق لمعرفة كمية الحليب أو الخضروات المتبقية بدلا من الاتصال على أفراد العائلة وسؤالهم كما نفعل دوما. أما إذا كنت في المنزل ولا تريد الخروج للتسوق، فتحتوي الثلاجة على تطبيق الدفع الإلكتروني بالشراكة مع ماستر كارد، فعليك طلب الأغراض مباشرة من السوبر ماركت مثلا وستصلك لباب المنزل ومدفوعة الثمن. الثلاجة من الخارج تتكون من 4 أبواب ومن الداخل قسمان، أحدهما للتبريد والآخر للتجميد، مع إمكانية تغيير خصائص كل قسم من التبريد إلى التجميد أو العكس حسب احتياجاتك المنزلية. هذه الرفاهية لها ثمنها المرتفع بالتأكيد، وهي لا تناسب أصحاب الدخل المتوسط، فسعرها من المتوقع أن يبلغ 5000 دولار أمريكي. ولكن رغم ذلك تحتوي الثلاجة على أفكار تكفي أن تكون من أبرز ما شاهدناه في معرض CES 2016.